دوايت يورك ارجع لنا، خلينا نستعيد معاه الذكريات دي مره ثانيه. دوايت يورك برحب بيك مره ثانيه، وخليني الحقيقه انا كنت بحكي للناس على السيناريو المثير في نهائي دوري ابطال اوروبا مان يونايتد بايرن ميونخ نسخه 99، ذكرياتك عن المباراه دي وايه اللي كان بيتقال بينكم وبين بعض في الملعب، وايه اللي قاله لكم اليكس فيرسن بين الشوطين بعد تاخر يونايتد بنتيجه 1-0 قدام بايرن ميونخ. First, to begin with, let me say apologies. في البداية أنا أود أن أعتذر عما حدث بسبب ضعف الشبكة في المكان الذي أتواجد فيه، وأعتذر كثيرا عما حدث في منذ دقائق، ومن بالغ سروري أن أتواجد مع قناة النادي الأهلي في مصر. نهائي 99 كانت لحظة تاريخية لمانشستر يونايتد ولي على الخصوص، وأعتقد أنها كانت أهم مباراة للجيل بأكمله. قبل دقيقة من نهاية المباراة كل جمهور وعشاق اليونايتد حسوا انه اليوم مش يومهم، او انه البطوله خلاص في طريقها للعوده لميونخ، لكن الحقيقه حدث تحول غير طبيعي في اقل من دقيقه، تسجيل هدف التعادل في الوقت في نهايه الوقت الاصلي وقبل نهايه المباراه، وكل بيستعد لاستقبال الوقت الاضافي قدر اليونايتد او قدر سولشاير في الوقت ده على ما اتذكر انه يسجل هدف الفوز عشان تحتفل اليونايتد بالبطوله. كنتوا بتقولوا ايه في الملعب؟ كنتوا بتتكلموا مع بعض ازاي؟ طبعا المباراه دي زي ما قلت لكم في كل مركز من المراكز كان في اسم كبير جدا في اليونايتد، اندي كول ودوايت يورك بداوا المباراه الى اجوار مثلا، يعني بشوف واحد من افضل اصحاب القدم اليسرى اللي جم في تاريخ كره القدم، الويلزي، رايان جيجز، بول سكولز، واحد من اساطير اليونايتد، ديفيد بيكهام، حدث ولا حرج طبعا مش محتاج اتكلم على بيكهام، ياب ستام طبعا المدافع الهولندي الشهير في خط الدفاع، بيتر شمايكل واحد من اعظم حراس المرمى في التاريخ الدنماركي طبعا، وغيرهم كتير الحقيقه. وكان في غيابات في المباراه دي، اعتقد روي كين، بول سكولز ما شاركوش في المباراه لاسباب مختلفه، منها اصابه منها ايقاف مش فاكر يعني، لكن في النهايه قدر اليونايتد انه يرجع تقريبا في خلال 3 دقائق 37 ثانيه زي ما كنت بقول لكم قبل ما الوقت الاصلي ينتهي، وقبل نهايه الوقت الضايع بحوالي 43 ثانيه قدر يسجل سولشاير هدف الفوز. عايز ارجع معاك مره ثانيه، رجع لنا دوايت يورك، عايز ارجع معاك مره ثانيه للحظات الياس اللي ممكن تكونوا مريتوا بيها او الاحباط، احساسكم ان البطوله بتبعد عنكم، المباراه بتقرب على النهايه، ازاي استطاع اليونايتد انه يفاجئ جماهيره قبل ما يفاجئ جماهير المنافس ويقلب الخساره لمكسب ويحقق لقب غالي جدا؟ بالطبع أعتقد أن الكثير من الجماهير متفقون مع هذا، أننا كدنا أن نخسر المباراة، مباراة صعبة أن تصل إلى النهائي وضد فريق كبير، العالم بأكمله يشاهدك، لديك بول سكولز وكين لن يلعبا المباراة، لست جاهزا على مستوى خط الوسط، فبالتالي ولكن في الواقع وعلى حقيقة الأمر استطعنا أن نسيطر، استطعنا أن نفوز وأن نكون الفريق الأول الإنجليزي الأول الذي يحقق هذا الإنجاز. كان معنا لاعبون مهمين كتيدي شيرينغام، وكان قد خضنا مباراة ملحمية بمعنى الكلمة، أعتقد أن الجميع في هذا الوقت كان يظن أن البايرن يستحق الفوز، ولكننا قمنا بهذا العمل، وهذه هي كرة القدم، وهذه هي متعة كرة القدم، وكانت مباراة رائعة فعلا.